عماد مثل ما بلغناكم انه يكمل الدوام ان شاء الله يكون طبيعي. اعتقد الاسبوع القادم حيكون الكتروني فقط نظري، يعني ما عندنا مختبر. من بعد ان شاء الله حيكون الميد اذا الله سهل. فاليوم المختبر ذكرنا لكم اياه راح يكون، اذا تذكرتوا اول مختبر تكلمنا عنه انتروداكشن. اليوم جلوكوز تولرنس تيست. جلوكوز تولرنس تيست هو من نوع المختبرات اللي ما نقدر نعملها على الهيومن. ليش؟ لانه يحتاج الهيومن ياخذ مواد. فاكثر شيء راح يكون تنتبهوا لي راح يكون فقط هنا اللي هو التولك النظري، يعني ما راح يكون بي بارت عملي. وهذا هماتين اسهل لكم على مود يعطيكم مجال للقراءه ان شاء الله هذا الاسبوع. تمام، نبلش بداية الكلورس الكلوكوز تولرنس تيست، أو ما يسمى في بعض الأحيان الأورال كلوكوز تولرنس تيست. كبداية بسيطة نتذكر بها فائدة الكلوكوز. الكلوكوز هو المادة الرئيسية اللي ينتج منها الجسم الطاقة مثل ما تعرفون سابقا. فأي سيلز موجودة خاصة سيلز مثل عندك البرين الهارت تحتاج إلى جلوكوز على مود تنتج طاقة. أي خلل بيها راح ممكن يسبب ممكن إنه تقلب الطاقة خاصة بالبرين، ما عنده بدائل لها، مو مثل بقية السيلز مثل خلينا نقول المسلز والأمور الأخرى. السيلز اللي هي ممكن إنه تنتج طاقة نتيجة الفاتي أسيد والأمينو أسيد. اما مثل البراين فقط يستهلك الجلوكوز. اي خلل بالجلوكوز اقل من الطبيعي اذا سمعين راح تصير مرحله الكوما اللي هي الغيبوبه، وممكن يوصل مرحله الديث. فاذا هو جدا مهم، فالليفل ما داخل البلازما لازم يكون متعادل او متقارب، وهذا الليفل اللي مسؤول عنه راح يكون الانسولين عند الجلوكاجون اللي هو البيبتايد هرمونز secreted from the pancreas، ويعتبر نوع من انواع الاندوكراين فانكشنز هرمونز. الانسولين حيكون stimulate blood glucose uptake by the body tissue، يعني الوظيفه مالته كانه يكون فقط يشرف على دخول الجلوكوز من البلاد الى السيلز. هو ما يستهلك الجلوكوز، هو فقط انه يسمح بدخول glucose from the blood to the cells. اما الجلوكاجون راح يكون العكس له. اذا صار عندك الليفل داخل البلد اقل من اللازم راح يبدي ينتج انتاج جديد from the liver عن طريق، اذا تذكروها، الجلوكونيوجينيسيس. هذا الجلوكونيوجينيسيس هذا المسؤول عن الجلوكاجون، هو توفير الجلوكوز الوافر إذا إحنا ما أخذنا الكمية عن طريق الأورا. يعني إذا أنت مثلاً فاست وما أخذت جلوكوز، الجسم راح يبدي ينتجه عن طريق الجسم عن طريق الليفر وبوجود هرمون جلوكاجون. بس تركيزنا إحنا أكثر شيء راح يكون اليوم إن شاء الله على الإنسولين والإفكت مع تداخل البادي. ورغم ما الانسولين انطانا الجلوكوز داخل السيلز، السيلز راح تبدي تنتج طاقة. الطاقة الزايدة ممكن انه تنخزن عن طريق الجلايكوجين عن طريق الليفر والسيلز، وقلنا انه الجلوكاجون راح يعكس هاي الطريقة يحول الجلايكوجين الى جلوكوز. مصطلح لمرض جديد اعتقد عليكم او سامعين به قبل هو ديابيتس ميليتس. الديابتس ميليتس او ما يعرف بالعربية اللي هو داء السكري، اللي هو راح يكون disorder للفول ميتابوليزم للطاقة، ويكون على two major syndrome are classified as type 1 diabetes and type 2 diabetes. التايب 1 راح يكون، هذا طبعا التسمية القديمة، يسمى بالداء السكري النوع الاول، داء السكري النوع الثاني. اما حاليا علميا وعن طريق البحوث يسمى بالانسولين ديبندنت ديابيتس ميليتوس، هذا للتايب 1، والنون انسولين ديبندنت ديابيتس ميليتوس هذا للتايب 2. والمختصر مالته مثل ما تشوفون الاي دي دي ام للتايب 1 والان اي دي دي ام للتايب 2.
من الاسم التايب 1 يكون انسولين ديبندنت، يعني مسؤول عن الانسولين، فاذا فقد الانسولين راح يكون لي هذا المرض، يعني ما عنده قطره انسولين داخل الجسم، يعني كومبليتلي البنكرياس ما ينتج اي كميه من الانسولين، فلذلك يحتاج الى شنو على مود نعالجه اذا نريد. سامعين بها؟ شحقن. سهل الطلاب، شو ننطي الطلاب هذا الشخص؟ نعطيه انسولين، هذا العلاج فقط انسولين، ما ننطي اي علاج ثاني، تمام؟ اما النوع الثاني لا، هو راح يكون اكو موجود انسولين، فيكون اما انه موجود بصوره غير كافيه، يعني اذا يفرز افراز قليل، او شنو الشيء الثاني اللي هو اللي يصير عندي انسولين ريزيستنس، يعني موجود الانسولين ولكن مدى يشتغل على الريسبتر مالته، مدى يكون فعال بحيث يدخل لي الجلوكوز داخل السيلز. فاذا النوع الثاني اللي هو ما يعتمد على الانسولين بالشكل الكلي، اما نتيجه ضعف الانسولين الافراز مالته او نتيجه وات الانسولين ريزيستنس. وبكل الحالتين التايب 1 والتايب 2 النتيجة النهائية راح يكون عندي الهايبرغلايسيميا، زيادة بالبلد جلوكوز داخل البلد، راح يكون عندي زيادة بالبلد، العفو بالجلوكوز، وبذلك ما يقدر انه يدخله داخل السيلز ويبدي عملية الميتابوليزم، فيزداد عندي ممكن يوصل مرحلة 400 500 الى 600، ممكن يوصل مرحلة الكوما الى 700 او اكثر مليغرام بير ديسيليتر. الخطورة مالته شنو اللي راح يكون عندي هاي الحالة الهايبرجلاسيميا؟ الهايبرجلاسيميا انه عندي جلوكوز موجود ولكن هو فقط بالبلاد، يعني داخل السيلز هو زيرو ما موجود عندي، فاذا البلاد داخل السيلز ما وصلني الجلوكوز داخل السيلز، فبالتالي راح يصير عندي ستارفيشن راح يصير عندي كانما جوع الخلية ما بيها جلوكوز، بعض الخلايا مثل ما قلنا راح تنتج بدائل منها عن طريق الفاتي اسيد والامينو اسيد، وممكن يسبب لك كوارث اخرى مثل كيتو اسيدوسيس. اما مثل عندك البرين راي الطاسه راح يتاثر، ممكن انه يصير بيه دامج وتموت الخلايا. الاوبجكتيف اوف ذس تيست ليش احنا هنا دائما يستخدموه، وبعض المراكز مثل عندك مركز داء السكري اللي هو قريب على اليرموك يساعدنا دائما يعمل هذا التيست، اللي هو تو اسس انسولين بيرفورمانس، كفاءه الانسولين. دائما الكلينيشن الاخصائي يعمل هذا التيست اللي هو ما يسمى الاورال جلوكوز توليرانس تيست. شنو هو الجلوكوز توليرانس تيست؟ اللي هو اللابوريتوري ميثود تو تشيك هاو ذا بودي بريك داون اور ميتابولايز بلاد شوجر كميته and how quickly، أهم شيء عندي هنا التايم، how quickly it is clear from the body from the blood، فلذلك أنا أحسب شقد الكمية وسرعتها شلون صارت، فعندي وقت التايم والكمية جدا مهم في هذا التيست. شنو اللي راح نستفاد منه؟ طبعا التيست يوجوالي يوست تو تيست فور ديابيتس، ممكن ينطيني اشاره انه يكون هذا الشخص عنده ديابيتس، ممكن اشاره انه هو عنده انسولين ريزيستنس بدايه، ممكن عنده امبير للبيتا سيل فاكشن اللي هي مسؤوله عن افراز الانسولين، او رياكتيف هايبوغلايسيميا. شنو هي التحضيرات اللي ممكن اعملها قبل ما الشخص عندي يدخل في مرحلة التيست؟ أول شيء طبعاً راح يكون البيشن instruct to restrict carbohydrate intake، يعني يقلل كمية أو ليس يقلل، خلينا نقول إحنا يستهلك الكربوهيدرات الطبيعية، يعني ما يقللها قبل يوم أو قبلها لمدة أسبوع، خلينا نقول يستهلكها طبيعي. ليش؟ على مود الجسم يريد من وقت المختبر يكون نفس القدرة على استهلاك الطاقة، ما يختلف. ليش؟ لأن يعني قلنا جسم الإنسان أي قلة بالإنتاج
رح يحول شيفت الى وات الى ميكانيزم اخرى لانتاج الطاقه. فاحنا نريد الطاقه نفسها تكون مسؤوله وين بالجلوكوز، فاحنا دائما نوجه المريض انه ما يقلل الكربوهيدرات، يخلي ضمن النورمال اللي دا ياكله طبيعيا. ننصحه انه اذا كان مريض نتيجة مرض انفلونزا اي مرض ثاني ممكن، انه دائما نتجنب انه نعمل له تيست، لانه ممكن يصير عندك خلل بالميتابوليزم اوف جلوكوز مقارنة بالشخص الصحي اللي ما عنده اي مرض. دائما الاورال جلوكوز تولرنس تيست نعمله في المورنينج في الصباح. ليش؟ لانه الجلوكوز تولرنس دائما ينطينا فد ديورنال ريثم، دائما يكون مختلف من الصباح الى الافتر نون عن طريق الليل. دائما احنا نحتاج الى انتاج الطاقه اول ما نقعد من النوم من الصباح الباكر، ويبدي الانتاج هذا يقل كل ما يبدي عندي النهار يخلص. فنشوف افتر نون يبدي يقل عندي، وان ذا ايفنينج تقريبا راح يتوقف الا ما ندر الا ما يقل عندي كلش. فالصباح راح يكون افضل تولرانس جلوكوز، افضل انتاج للانسولين راح يكون عندي في الصباح الباكر. فدائما اعمل التجربه مالتي اعملها في الصباح الباكر. انصح المريض انه يكون فاست، ما ياكل اي شيء خلال من 8 الى 12 ساعه. احنا بدنا نقول اي شيء هو فقط للطعام، اما الووتر فهو مسموح للشخص، ولكن الطعام نمنع من 8 الى 12 ساعة قبل التيست. خلال بروسيجر اوف ذا تيست احتاج انه اقيس البلاد سامبل واقيس الجلوكوز على زيرو تايم، يعني قبل ما اعطي اي شيء اقيس عندي الجلوكوز ليفل اشوف ايش قد بالزيرو تايم. ورا ما عرفت الزيرو تايم ايش قد عندي الجلوكوز اسجلها، ابدي انطي المريض 75 جرام، حط لي خطين جوا هذا 75 جرام اوف جلوكوز. ينطي 75 جرام اوف جلوكوز ب 300 مول. طبعا هاي الكميه 75 جرام طبعا هي كميه كبيره، كمية كلش كبيرة، يعني تقريبا إذا جلاس هذا ال إذا شايفين ديسبوزبل مال خلينا نقول مال الشاي، إذا شايفين تقريبا ثلاثة أرباع راح يمتلي هذا عبارة عن جلوكوز. فهذا لازم ياخذه في تقريبا خلال 5 minute time frame، يعني عنده 5 دقائق ونقول له اشرب هاي الكمية. ننطي 300 مول تقريبا القدح الاعتيادي اللي احنا نشرب به 200، فتقريبا جلاس ونص نعطي انه يشرب به هاي 75 جرام، كاسرها على كيفه ويشرب. ودائما الجلوكوز هنا المستخدم يستخدمون الدكستروز وليس الجلوكوز الاعتيادي. ليش؟ لانه الجلوكوز يكون به شوائب، اما الدكستروز هو خلينا نقول الفورم اللي هو يكون كلير ومن السهل انه يذوب بالماء، مثل ما شايفين مثل احنا الشرابة او نستخدم الشاي او فشي، اذا خليت مثلا 3 خواشق او 4 او 5 باستكان يبدي انه يوصل مرحلة الساتشوريشن وبعد ما يذاب، فصعوبة انه راح يصير بلع. اما الدكستروز لا، عنده خاصية انه يذوب بسرعة، فال 75 ب 300 بسرعة يذوب ويقدر يشربه. صح راح يصير نوع من النوع خلينا نقول فد شربة محلى راح يصير كلش، ولكن احنا لسبيل التجربة لازم انه يشرب المريض على مود عندي قياس اقيس ورا شقد، اقيس ورا 30 منت، يعني عندي زيرو تايم وعندي 30 منت، و30 منت انترفال، يعني اقيس خلال 30 دقيقة ورا 30 دقيقة، اقيس ورا 30 دقيقة الاخرى، يعني ايش صار عندي؟ صار عندي ساعة. ورا الساعة أقيس ورا 30 دقيقة، يعني صار ساعة ونص. وراها أقيس ورا 30 دقيقة للساعتين. فالساعتين لساعتين ونص يعني أقصى شيء ممكن نوصل له هو اللي أنا أحتاجه. أهم
خلينا نقول ليفلز او تايم اللي احنا نريده. دائما نحتاج تايم الزيرو، ودائما نحتاج تايم التو اورز، لان هو اللي ينطيني الانديكيشن للديابتيك حسب مثل راح نشوف المعطيات اللي عندنا. بعض المراكز الصحية أو بعض المختبرات أصلا ما ياخذ ال30 وال60 وال1 ونص، دائما ياخذ الصفر والساعتين، ولكن احنا على مود نطينا الكيرف اللي احنا نريده دائما ناخذ 0 30 60 90 120 مينت. الريزلت شنو اللي راح يطلع لي هسه حاليا؟ راح يطلع لي اول شيء انه الفاست بلازما جلوكوز، قلنا انه الشخص المريض هو صائم ما ماكل اي شيء خلال 8 الى 12 ساعه، يعني المفروض الليفل مال الجلوكوز ما تكون ضمن الليفل الطبيعي اللي هو ايش قد لازم يكون؟ لازم يكون اقل من 110 ملي جرام بير ديسيلتر. هذا بالشخص الطبيعي. الشخص الطبيعي لازم يكون الليفل مالته اقل من 110 ملي جرام بير ديسيلتر. اذا صار عندي وظهر الشخص من 110 الى 125 ملي جرام، هذا ممكن اعتبره بري ديابتيك. انتبه لي، اذا صار اكثر من 110، يعني اذا صار عندي 90 80 100، هذا اعتبره نورمال بيرسون. اذا صار عندي من 110 الى 125، هذا فاست، هذا زيرو تايم، هذا اعتبره بري ديابتيك، يعني هذا على وشك انه يكون شنو عنده داء السكري، على وشك انه يعني هذا عرفناه كم سنة راح يصير عنده داء السكري، اللي هي ما تسمى بالامبير جلوكوز توليرانس. اما اذا كان الفاستنج اكثر من 126، لا هذا يعني شويه راح ينطيني اشاره اكثر انه يكون هذا الشخص عنده ديابيتس. زين، ورا الساعه الجلوكوز توليرانس شنو اللي راح يصير عندي؟ لازم يكون اذا نورمال لازم يكون جوا 180. ليش؟ لانه احنا ماخذين كميه بولس، كميه عاليه من السكريات، فمن المفروض انه داخل جسم الانسان يصعد عندي الجلوكوز. بس من يصعد الجلوكوز عندي اكو شغال شنو هي؟ الانسولين. فاذا اشتغل الانسولين يحاول الانسولين ما يخليه يعبر وات ال 180. دائما نشوف النورمال الطبيعي ورا الساعه لازم اقل من 180، نشوف 160 170 175 150 حسب طبعا قدرة الافراز الانسولين، بعدين يرجع للطبيعي الى 110 او اقل. طبعا هو هذا خلال ساعة راح نشوفه، هذا نورمال. اي زيادة اكثر من هاي الطبيعية تعتبر ديابيتك. المهم الثاني شيء عندنا قلنا هسه هذا، قلنا الزيرو مهم، والشيء الاخر اللي ورا ساعتين. After 2 hours الجلوكوز ليفل لازم يكون اقل من 140، هذا كان نورمال. زين، اذا كان بري ديابيتك لازم تكون عندي القيمه بين ال 140 الى 200، يعني اذا شفناه جوا ال 200 هذا اعتبره بري ديابيتس. تمام، اذا جوا ال 140 هذا اعتبره نورمال. واذا كان فوق ال 200 اصلا ما ينزل او ينزل كلش بطيء ورا ساعتين، معناه عندي هذا انسولين اما غير كافي او مدى يشتغل اصلا، فهذا راح ينطيني ديابيتس. تمام، هذا ذني جدا مهمات، ذني القيم، ذني نحفظ عن طلاب تحفظ الشوكت النورمال والبري ديابيتك والديابيتك، هذا بالنسبة للزيرو تايم، وايضا للتو اورز ايضا ذني هاي مهمات انه يكون جول 140. ليش؟ لانه سنلاح نشوف الجدول نعتمد عليهن اكثر. ورا ما طلعنا النتائج ضمن التايم لازم نسوي كلوكوز توليرنس كيرف، نسوي فت كيرف على مود نشوف شلون تصير عندي الحركه مال الميتابوليزم اوف كلوكوز. فنخلي البلود كلوكوز ليفل مالتنا على الفيرتيكال اكسس والتايم على الهوريزونتال اكسس.
هذا الشكل اللي راح يطلع عندي اذا كان الشخص نورمال. النورمال جلوكوز تولرنس كيرف راح يكون بهذا الشكل اللي تشوفونه هسه. هذا عندنا هذا الكونسنتريشن، اما هذا اللي هو التايم. فنشوف الزيرو يعني بعد ما ماخذ اي سكريات، نشوف هنا ايش قد وصل عندي، 90 ملي جرام بير ديسيلتر خلال هاي الفترة. خلينا نقول من هنا لهنا تقريبا هاي الخمس دقائق بدأ يشرب شنو عندي؟ الجلوكوز باودر اللي هو قلنا 75 جرام بال 300 مول. شربه، ورا ما شربه بدأ يصعد عندي. شوف ال 30 منت صعد لل 100، 60 منت اللي هو يوصل بيك دائما وصل عندي لل 150. هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي، هاي انتبهوا يا طلاب، راح يصير عندي افراز بالانسولين بكثره، على مود شنو؟ على مود يوازن هاي الكميه الصعدت من البلاد جلوكوز. فراح يبدي يشتغل عند الانسولين، راح نشوف هنا راح يصير دروب. ورا 90 منت راح نشوف صار 120 ملي جرام بير ديسيلتر، وبعد اكثر راح يصير 110. اذا زيدنا التايم اكثر من ساعتين راح نشوفه ينزل 80 70. هسه طلاب هنا اكو انسولين عندي عالي راح يبدي ينزل، ايش قد تتوقعوا ينزل الى ايش قد تقريبا؟ احد عنده فد فكره لوين ينزل؟ دكتور مو قلنا نورمال 110 لو لا؟ طبعا قلنا 110 جوا ال 110. 110 هذه من طبيعي لو من ماكل لو شنو بالضبط؟ فاست 110 فاست، هاي عيدوها هنا تذكروها دائما. should be below، ما حددنا 110 ولكن اقل من 110 تمام. يعني كميه مالتي اذا كانت خلينا نقول 70 80 90 100 او المحتوى او الارقام اللي بيناتها هذا اعتبره نورمال تمام. هذا اذا كان بالزيرو اللي هو هسه هنا ايش قد عندي؟ تسعين. هذا اعتبره شنو؟ هذا بري ديابتيك او ديابتيك؟ شو اعتبره هذا طلاب؟ ايه مكتوب هنا نورمال. اوكي هذا اعتبره نورمال. ليش 90؟ ليش؟ لانه ما عبر ال 110. اذا هو فاست وسويناه بالزيرو تايم ما عبر 110 فاعتبره نورمال تمام. ورا ساعة قلنا انه لازم ما يتعدى ال 180، هو ايش قد هنا؟ هو 150. اذا بعد انسان طبيعي، بعد ما عنده اي مشكلة. اشوف ورا ساعتين هنا اشوف التايم ايش قد عندي؟ 110. احنا ايش قد قلنا لازم يكون اقل من ايش قد على مود اعتبره نورمال؟ 110 140 قلنا ورا ساعتين. هذا احنا بدنا نحكي هسه بالتيست تمام. هسه 140 هنا أنا عندي 110، إذا إنسان هذا ممكن طبيعي. المشكلة هنا أنا انتبه لطلاب، المشكلة هاي خليها تذكرها مستقبلا على مود تعرف شلون يصير اللي عندك البلاد جلوكوز. المشكلة إنه هنا أنا هاي نقطة التحول اللي هي صار عندي إفراز مفرط بالإنسولين. فشوف قلل لي إياه، إحنا بيش بدينا فاستنج 90 بينما هنا أنا دا يوصل 80 70 ومستمر ينزل، ممكن يوصل لحد 60. شلون اعالج هاي المسألة؟ الجسم شو يسوي بهاي الحالة؟ أحد يعرف؟ أحد عنده فكرة بالموضوع؟ شلون إنه أرجع عادلها؟ الكلايكوجين ممكن. الكلايكوجين هذا الخزين، شبيه الاسم مالته، شنو اسمه؟ كلوكوجان. كلوكوجان. هنا راح ينفرز عندي كلوكوجان، راح يبدي ينفرز، فراح يبدي يصنعني جلوكوز جديد، يبدي يصعد لي وين؟ يريد يصعد من 70 يصعد 80 110 يوصل الى 100، وخلينا نقول قريب ال 110 115 شيء. الانسولين راح يرد ينفرز، راح يرد ينزله خلينا نقول لل 90. الجلوكوجون راح يرد يصعده، الانسولين راح ينفرز يصعد، المان يوصل مرحله تقريبا يكون جوا ال 110 ويكون مستمر ثابت. اوكي فاذا هو الشبهون بيها شنو؟ عملية فلكتشويشن، يعني صاعد نازل صاعد نازل.
يعني ما يكون بهذا الخط المستقيم. يعني الجلوكوز مالتك الليفل مالته اذا جيت ساعه انت فاستنج طبعا، جيت قسته لقيته مثلا 90، ممكن اذا فاستنج ورا ساعه تلقاه مثلا 100 صار، تيجي ورا ساعه اخرى راح تلقاه مثلا 85. هذا مو المشكله بالجهاز مالتك، لا هذا صحيح اكو فلكشويشنز موجوده داخل البادي يحاول يخلي الرثم اوف الجلوكوز ليفل ضمن هذا المستوى، وما يخليه اكثر من ايش قد، ما يخليه اكثر من 110 داعما. من اسوي لابوريتر بروفايل، اسوي ويل بلاد جلوكوز دائما يعملون اليورينري جلوكوز على مود يشوفون هل اكو جلوكوز بالادرار اور نوت. فيبدون ياخذون السامبل اوف جلوكوز وياخذون اليورينري نفس الوقت من عندهم ويشوفون اللي راح يصير. قلنا النورمال هذا اللي راح يكون القيم مالته، وبالطبيعي مفروض انه ما تطلع ولا ذره جلوكوز خارج جسم الانسان عن طريق اليورين. تشوفون نل نل يعني لا يوجد لا يوجد لا يوجد، هذا اذا كان نورمال. زين نجي على هذا التيست الزيرو تايم، هنا ايش قد عندي تقريبا؟ ايش قد الليفل واصل؟ قريب ال 200 200. احنا ايش قد قلنا النورمال بالزيرو تايم؟ 110 اقل من 110. اهم شيء تنتبه لي هي مو 110، اقل من 110. اذا هنا انا عندي 200، هذا انطاني انديكيشن مباشره انه هذا الشخص شنو ممكن ريديابيتك او العفو ديابيتك. على مود نتاكد اكثر راح نشوف ال 60 مينت، ايش قد ال 60 مينت ورا ما اخذنا الجلوكوز؟ واو صعد لل 350، صعد ل 350، قلنا لازم ما يتجاوز ال 180، هنا انا صعد 350. بدا عندي الانسولين موجود عندي، بدا ينفرز هذا، هذا معناه هسه حاليا من بدا الانسولين يشتغل ورا ساعتين ايش قد صار عندي تقريبا؟ هاي ايش قد تقروها؟ تقريبا 280 او 79 او 78 تمام؟ 289 خلينا نقول 280، 280 احنا قلنا نورمال لازم ما تتعدى ايش قد؟ هذا تذكروها؟ 140 قلنا اذا 140 واقل، اقل من 140 هذا اعتبره نورمال، اذا 140 الى 200 هذا اعتبره بري ديابيتيك. احنا ايش قد عندنا؟ 280 هذا اذا نعتبره ديابيتيك. فنشوف انه راح يبدي شو 3 ساعات تقريبا او اكثر بعد راح يبدي ينزل. ايش تتوقعون هذا يا تايب؟ تايب 1 يا تايب 2؟ تايب 2 او تايب 1؟ شلون عرفت تايب 2؟ يعني عنده ينزل يعني اكو انسولين بس مو قوي. عشت ايدي. زين واذا تايب 1؟ ابد ما ينزل. لذلك هاي التجربه ما نعملها بالمختبرات العاديه او داخل المختبر، لان اذا شخص عندك ديابيتك يراد له انسولين ضروري. من يبدون يقيسون وشافوا انه 300 ورا ساعه ونص صار 360، ورا ساعتين صار 400 يعني ما ينزل نهائيا، هذا معناه الشخص ما عنده انسولين، فيبدون ينطوا له انسولين ويوقفون التجربه، يقول يا ترى انت عندك ديابتك من النوع الاول. اذا لا شافوه ده يقل هي شيء اما تين وراها ورا ما تنتهي التجربه ينطوا جزء من الانسولين على مود يرجعوا له ضمن النورمال ويقولوا له يا انت ترى عندك التايب 2. هذا اللي حيصير ال كونسنتريشن الموجود، شوف 200 بالزيرو تايم بال 60 تايم اللي هو يهمني ايضا، 350 بالساعتين المهم جدا هذا تركز عليه، هذا ال 275 اذا كلش عالي. فاذا هذا الشخص عندك ديابيتك، هذا بينتهي من عنده.
هنا تشوفون زائد، شنو معناه زائد؟ وجود الجلوكوز باليورين. هنا اكو يعني فتشي دفاعي للجسم انه اوكي انسولين ماكو، زين هسه شلون الزياده تروح؟ اكو فد ليمت معين يقدر جسم الانسان يتحمله داخل البلاط، من يعبر هذا الليمت يقوم الانسان الطبيعي يقوم يطرح هذا الجلوكوز الزايد عن طريق الادرار على مود يتخلص من الزايد. ايش تتوقعون الليفل الثريشولد على مود وراها يبدي انه الجلوكوز يطلع؟ $200، خليها ببالك احفظها، انه اذا عبر ال 200 ملي جرام بير ديسي لتر دائما نشوف انه بعد الكلى ما تقدر تحتفظ بالجلوكوز، راح تبدي تطرح جزء من الجلوكوز، فمن ال 200 راح يبدي يطلع عندي ويبدي يستمر الى ما ينزل جوا ال 200، يلا نشوف انه اليورين ما بي اي قطره او جزء من الجلوكوز. شايفي اكثريتكم يعني السلامه للجميع، ولكن اذا شخص عندكم ديابيتك او كبير بالسن راح يشوفون هذا الجهاز، شايفي مو اذا انتم طابقين بالصيدليات من السهوله انه يشوفوا، خاصه هذا الاكواتشيك اللي هي الاشرطه دائما. فالجهاز بسيط يقيس الجلوكوز عن طريق البريك فينجر برينت، فينجر بريك للفينجر، فد وخزه بسيطه الاصبع مالته، قطره بسيطه، ونخلي قطره البلاد هنا. هذا طبعا النوع القديم، اكو نوع جديد تتذكروه شايفينه هذا الاحمر، الاحمر اللي هو البير فورمولا، الاحمر البير فورمولا هذا ما يحتاج انه تحط القطره وين هنا، لا يحتاج انه فقط قطره صغيره ويصير ساكينج من هاي الصفحه، هو راح يسحبه مباشره وينطيني النتيجه مادي. فهذا الجهاز الاكواتشيك جدا مهم، يسمى هذا الجهاز اللي هو ديجيتال كلوز ميتر او جلوكوميتر. هاي التجربة يعني كان المفروض يعني كنا قابل نشتغلها، ولكن توقفت هسه حاليا، فالبروسيجر يعني هذا الاطلاع. هذا الجدول مهم، إذا حصلنا هذا الشيء راح نشوف انه الجلوكوز مالتي الليفل مالته. طبعا احنا كانت سابقا من نعمل التجربة ننطي مثلا خلينا نقول شخص ننطيه ووتر فقط، ووتر يعني ما بي، او ننطيه شربت ويكون السكريات مالته زيرو اللي هو خلينا نقول without sugar، اما الشخص الثاني ننطيه full sugar drink اللي هو 75 جرام بال 300. طبعا هنا ايضا ننطيه 300، ليش نعطيهم نفس الكمية الطلاب؟ ننطي هذا 300 مول وهذا ننطي 300 مول، وشنو هذا شيء يمثل لي هذا بالووتر؟ احد يقدر يجاوبني؟ طلاب هذا الشخص اللي هو اللي انا اريد اجرب عليه، هذا احنا خلينا نقول ان نحكي نسولف بالتجربة داخل مختبر، هذا الشخص اللي انا دا اريد اشتغل عليه اللي هو انطينا الجلوكوز، ولكن اريد اشوف التأثيرات الاخرى اللي هي خلينا نقول تأثيرات الووتر. انت اخذت 150 او 300 مول اوف ووتر، ممكن تأثر لك على الجلوكوز ليفل؟ إذا تأثر لك لازم شخص آخر ياخذ فقط الووتر بدون جلوكوز، ونشوف التأثير مالته، ونشوف خلينا نقول الكيرف راح يتغير يوم يتغير. إذا تغير فهذا نتيجة الماء، وإذا ما تغير فإذا هذا نتيجة السكر، إذا هذا صار عنده عالي وناصي، أوكي؟ فهذا شو نسميه؟ هذا نسميه كنترول أو ستاندرد. ستاندرد شوية كلمة أكثر يعني دقة يستخدم، هنا نستخدم الكنترول ليش؟ لأنه ما نطينا أي مادة فعالة لهذا الشخص، فقط ووتر.
فإذا هذا نعتبره كنترول، يكون مقياس لقوة هذا الشخص اللي أخذنا من عنده القراءات. نأخذ القراءات البلد اللي هو المليغرام بير ديسيلتر بالزيرو بالثيرتي بالسكستي بالأي ناينتي و 120 مينت، نقيس النتائج هنا نخليها ونشوف أيضا أبل ووترز وبعدين نسوي بلوت ونخلص التجربة مالتنا ونبدي نناقش لها. تمام، أحد عنده سؤال طلاب؟ دكتور سؤال، ليش نسبة الجلوكوز الصبح ذكرت عن اختلاف نسبة الجلوكوز بالأفترنون والمورنينج، فقلت إنه أحسن نسبة الجلوكوز هي الصبح، صح ولا لا؟ نعم. إيش؟ شرحناها رأسا احنا بوقتها، قلنا انه اول ما يبدي الجسم الانسان صباحا يحتاج الى انرجي للطاقه للحركه للعمل لهواي امور، فالانرجي انها هي الطاقه الوحيده اللي تنخذ عن طريق الجلوكوز، فيحتاج الى انسولين كميه افضل وتنفرز بكميه خلينا نقول باللي نحتاجها فيكون بالصباح. يعني خلينا نقول حساسيه الانسولين للصباح يكون اقل من مين، العفو اكثر من مين، من ما كان من الافترنون، ويكون كلش قليل التحسس للانسولين عن طريق الليل. ليش؟ لانه الليل وقت راحه، وقت سيتنج فور جسم الانسان، فيبدي انه جسم الانسان يقلل افراز الانسولين قدر الامكان. حتى لو اخذ السكريات عاليه يبدي جسم الانسان ما يفرز الانسولين بشكل عالي. ليش؟ لان انا ما احتاج هاي الطاقه. اوكي، فلذلك الصباح يكون اكثر حساسيه للانسولين. احنا ما نقول زياده بالانسولين ولكن سنسيتيف تو انسولين، يعني من اخذ جلوكوز صباحا الاستجابه الانسولين تفرق من ما من اخذ هذا التيست بالليل. اتمنى الصوره وضحت، يور كلاريفيكيشن بعد اكثر. لا أحد عنده سؤال ثاني طلاب؟ دكتور ممكن تحيل الجدول الأخير؟ الجدول الأخير هذا الجدول طلاب، طبعا أكو ووركشيت أنتوا شفتوه، يمكن اطلعتوا عليه الووركشيت. أحد شاف الوركشيت طلاب؟ دزيته أنا ويا الإعلان. المفروض أنتوا تسلمونه إن شاء الله فقط تقرير لهذا المختبر، أوكي؟ يعني ما عندك جزء عملي، ولكن أكو قراءات، هاي القراءات اللي حتخلي لي إياها موجودة عندك، فأنت لازم تعرف شنو هاي القراءات علماً. الجدول الأخير هذا يمثل لي تو كولومز، طبعا هذا تو فولنتيرز، شخص انطيناه جلوكوز وشخص انطيناه فقط ووتر. قلنا ليش؟ على مود نشوف التأثير الجلوكوز بدون تأثير الووتر، فهاني شخص انطيته الووتر على مود اشوف هل راح يأثر او لا. اذا صار عندي تأثير اشوف ايش قد فرق التأثير، زيادة عن هذا الفرق هو نتيجة الجلوكوز فقط. فاخذ القراءات عن طريق الزيرو والثيرتي والساعة والساعة ونص والساعتين، اشوف ايش قد القراءات مالتي واجي اقارنها بالمعطيات الريزلت اللي عندي. اذا طلع عندي زيرو تايم خلينا نقول جوا ال 120 هذا اعتبره نورمال. اتشيك بعد اكثر اشوف اذا كان ورا ساعه جوا ال 180 ايضا اعتبره نورمال. اذا جوا ال 140 خلال ساعتين ايضا اعتبره نورمال. اذا شفت هنا أنا من 120 الى 125، عفوا 110 الى 125 هذا اعتبره بري ديابيتك. اذا شفت بين ال 140 الى 200 ايضا اعتبره بري ديابيتك. اذا شفت هنا أنا لا عابر ال 125 هذا اعتبره ديابيتك، اذا كان فاستنج زيرو او ورا ساعتين اذا شفته اكثر من 200 ايضا اعتبره ديابيتك. اما الووترز بالطبيعي هنا أنا يعني ما راح يوصل هاي الكميات اللي يوصل، راح يبقى فلكتشويشنز نفس الترتيب اللي موجود هسه مثل ما نشوفه بالبلاط. احد عنده سؤال بعد الطلاب؟ كارديو ان هي بوزيتيف تشارج، لا لا ابوف 200 او 200 و ابوف 200 و ابوف. شفنا هسه هنا ده شوفون
يصير عندي قراءه طالعه عندي. احنا انا قصدت احط ال 200 على مود يصير عندك تصور. 200 بدا عندي جزء من الكلوز راح يظهر عندي بالادراك. شوف 225 230 300 275 250 225 كلهن فوق ال 200 كلهن هسه ذني عندي. هسه هنا اذا بالاخير صار عندي ورا 3 ساعات صار عندي 190 خلينا نقول لا راح يتوقف عندي الجلوكوز. فانت خليها ببالك من ظهر عندك الجلوكوز باليورين معناه شنو عندي صار ديابتك او بري ديابتك او نورمال. رأسا ديابتك. ليش؟ لانه احنا بري ديابتك ما يوصل للميتين اصلا دائما يكون جو الميتين. اما اذا عبر 200 هذا رأسا نعتبر هذا ديابتك. جدا خطر خاصة بالتحليل الاعتيادي اذا تشوفون بعض الاشخاص يشوف نفسه طبيعي يعني ما عنده اي اشكال يروح للتحليل يسوي له تحليل ادمان الادرار شافوا انه جلوكوز موجود مثلا عند صليب صليبين من الجلوكوز. رأسا هنا انا دا معقوص الخطر لازم يدق يقول له رأسا روح سوي تحليل راجع ابو باطنية يشيك نسبة السكر مالتك ويشوف هل عندك ديابتك او لا. ليش؟ لانه عابر الميتين. جيت فوق ال 200 الله اعلم جوز واصل 400 500 600 وما يدرب نفسه. ليش قلنا ما ندرب نفسه؟ لانه جزء من الانسولين ممكن عنده بعد شغال نوعا ما وبقيه الجسم ما راح تتاثر يعني ما راح يحس بضعف كلش. ليش؟ لانه الجسم الانسان راح يبدي يستهلك الامينو اسيد راح يبدي يستهلك الفاتي اسيد وينطينا الطاقه مثل ما هي مثل ما الجلوكوز وممكن اكثر. بس قلنا البرين راح يتاثر ويبدي عندي الدزنس وهاي الامور الاخرى لما يوصل مرحله الكوما. تمام طلاب؟ احب بعد عنده سؤال؟ شويه اخرزيين يعني احنا راح نخلي هذا المختبر والمختبر اللي بعد ان شاء الله ونبدي يعني ورا الميد ان شاء الله راح يكون لي كوز ورا الميد. فشويه اخرزيين طلاب يعني شفتكم احنا بذاك المختبر يعني طبعا ما اكو بعضكم زينين واكو بعضكم لا. فعامل شدين حالكم بالكوزات الجايه وان شاء الله اكو تعويض اذا على نهايه ال... اسوي دكتور بس حضرتك قلت انه ماكو عملي الكل المختبرات يعني فقط نظري لو بس المسجل. لا انت راح تتكلم فقط مختبرنا اليوم يعني هذا الاسبوع نمشي طبيعي وانه ماكو عمل بقيه المختبرات. لا تمشي طبيعي بس احنا اختارنا لكم هذا على مود شوي يخفف اللود عليكم ويكون لانه هو هذا احنا مصممين انه من نطي بدون جزء عملي بدون بروسيجر ما نقدر نشتغله. تريدون تجون للمختبر تشوفون الاجهزه الموجوده عندنا مع الاشكال شوفوها ولكن كشغل عملي ما راح يكون عندي لان ما اقدر انطي طالب من الطلاب انطي ممكن يكون ديابتك ممكن بري ديابتك وما يدرب نفسه وصعب عندي السكر واني ما اقدر اعالجه. ليش؟ لانه ما عندي انسولين داخل بنايه الكليه فجدا خطر. فعلى مود هذا الريسكي احنا ما نبدي نعمل هذا التجربه. بقيه المختبرات اذا عندكم سريريه او بقيه لا تكون طبيعيه بس مو هذا الاسبوع اللي بعده يعني الاسبوع الثاني لا راح يكون عندك هذا خلينا نقول اعتقد يمكن ينطوكم المواد الاساسيه اللي هي داخله يمكن بالتقييم. دكتور هي بس المواد النظري ناخذها كتروني يعني نفس الجدول نمشي عليه مال الاسبوع بس يتحول المفروض هذا الاسبوع راح يصير الاسبوع الثاني اذا وصل العمليه توقف. اي نعم دكتور. تمام هسه اكو بعد سؤال او لا؟ هو مختبر يعني انتم جزء ماخذي معلومات اضافيه ان شاء الله راح تكون هذه ان شاء الله يفيدكم ايضا يفيدكم بالمستقبل. تعرف شنو معنات انه اول كلوكوستيرولسيس؟ طبعا هذا مو اي واحد يسوي اللي نشك انه عنده خلينا نقول زياده بالفاستنج وبدنا نقيس عنده بدنا نشوفه بالطبيعي. ليش قلنا انه الديابتك قلنا انه ممكن فوق ال 140 هذا بالفاستنج. ف
اذا شكينا بي ودوه يحللوه. اكثر واحد عندنا اقرب واحد اللي هو مركز السكر. تمام.